لو قلت لك أبو عبد المحسن إن فيه عمل، العمل هذا يكون سبب لأن تتحرك قناة المجد من مكانها إلى مكان آخر، هذا المبنى الضخم، تقول معقولة عمل يحرك هذا المبنى الضخم؟ أقول نعم، هذا ورد في الصحيح قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، قال فانحدرت صخرة، صخرة عظيمة سدت الغار، فتشاور الأصحاب بينهم، هم ثلاثة، قالوا والله لن ينجيكم من هذا الذي أنتم فيه إلا أن تتوسلوا بصالح أعمالكم. فقال الأول وقال الثاني وقال أحدهم اللهم إنه كان لي أبوين شيخين كبيرين وكنت لا أغبض قبلهما مالا ولا ولدا. وذكر قصته أنه ذهب للمرعى ثم جاء أبوهم نايمين، وكان دائما لازم هم يأخذون وجبتهم قبل النوم. قال فلما رأيتهم على هذه الحال بقيت ماسك الإناء أنتظر أن يستيقظا. قال والصبية يتضاغون من الجوع تحت قدمي، شف، قال وكنت لا أغبط قبلهما مالا ولا ولد، يعني ما كان يسبق في هذا الشراب أحد قبل والديه. فجلس من الليل، طبعا كبار السن إذا نام يعني مبكر في العادة، حتى ظهر الفجر، قال وهو يحمل الإناء حتى قام فشرب غبوقهما، قال اللهم إن كنت فعلت ذلك مخافتك أو لك فافرج عنا ما نحن فيه. فتحركت الصخرة، الصخرة العظيمة تتحرك، هذا الجماد نعم يتحرك بفضل هذا العمل الصالح، عندما يتوسل بالعمل الصالح يكون له أثر، تحركت الصخرة من مكانها. فنقول ما دمنا نتحدث عن الوالدين ونعمة الوالدين في حياتهما، لا شك أن الإنسان إذا أدرك الوالدين في حياتهما لا شك أن أدرك خير، لكن هل ينقطع الأمر بعد الوفاة؟ لا، يا زال مستمر. قال عليه الصلاة والسلام إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر ولد صالح يدعو له، وهذا نعمة من الله جل وعلا على أمة الإسلام، أنه ما ينقطع عملك ما دام لك من يدعو لك. فمتى يقال أن الابن صالح؟ إذا كان يدعو لوالديه، في مصداق حديث النبي عليه الصلاة والسلام ولد صالح، سماه صالح لأنه يدعو. فما ما زلت في دعوات لوالديك اجعل لهم خلاص معروف قبل مثلا التشهد، قبل السلام، اللهم اغفر لوالدي، اللهم ارفع درجتهم، اللهم احسن وفادتهم، اختار لهم دعوات المقصود انها في كل صلاة تصليها لازم انك تشركهم بدعوات خاصة لهم. هذه افضل ما يقدمها الانسان يعني في قضية بعد وفاتهم. اما في حياتهما فانا رأيت واحد انا كنت جالس معه، والله الذي لا اله، جاء اتصال من ابوه في كان الظاهر في الطائف، والله انه قام ورد عليه التلفون، ابوه له بيشوفه ولا حد يمه ولا حد داري عنه، قام اي نعم يا ابو نعم 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 ابشر 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 ابشر، وهو واقف كله احترام لوالده، وهذا معنى الحقيقه، والله اني انا ذهلت منه. هذا الحمد لله انه موجود عندنا، وعندنا صور من البر كثيرة ولله الحمد، يعني نراها متجلية في كثير ولله الحمد من الجوانب، هذا البلد الطيب والشعب الطيب وأهل الخير وأهل الفضل. أسأل الله يا أخي يجعلنا لكم البارين بوالدين أحيانا ومواتم يا رب. اللهم آمين. لي قريب بار بوالديه، بار بوالديه بقوة قوة قوة ما شاء الله تبارك الله، وكنت أقول لإخواني هذا الرجل إذا دخل في تجارة شاركوه. عجيب. اي والله. يا سلام. ترى هذا الرجل بيفتح الله عليه. هذا ان دخل في تجاره شاركوه. وسبحان الله فتح الله عليه. الله. ببره بوالديه. ولذلك انا اشوف اللي يبر بوالديه اقرب يثق ثقه كامله انه سيوفق. ترى مو شرط مال. بكره يرزقك الله ذريه من اطيب يعني الذراري، تجد عندك بنيات وأولاد
من أطيب الناس، فيهم خير وفيهم نفع وفيهم سبحان الله يعني بركة ميم سهلة. ليه؟ لأنك بار بوالديك. فالبر بالوالدين ترى خير من كل جهة، من كل جهة. وأتحدى واحد بار بوالديه ولا شاف الخير، حتى لو جيه مشاكل بيرتاح نفسي ما عنده مشكلة. فبروا على ما قال بوالديكم. هذا واحد من جيراننا كفيف اسلم، وعنده 10 من الولد ما شاء الله، اسمه سالم بن مسفر. كان يجي يتسامر مع ابوي وهو كفيف، استغرب يجينا بالليل ويرجع بالليل وهو كفيف. فكنا الصباح انا واخواتي نمشي على اثره نشوف هل هو طاح هل هو كذا، وسبحان الله يصل الى بيته ما ابدا. الحقيقه ان الرجل هذاك له دعوه مستجابه، والرجل حبيب هو يا زوجته، وكان كبر بهم العمر والابناء توظفوا، فكانوا من صلاح ابنائه انهم كل شهر ياخذ واحد منهم اجازه ويجلس عند ابوه وامه ويتبادلون. يا سلام. ما عدا الشهرين الاجازه فهم الموجود يكون موجودين معه. يا سلام. فاقول لك برهم لابوهم وامهم الى الان، وقد توفى احدهم وبيصلى عليه اليوم، اسال الله ان يغفر له، وان ننقل تعازينا الى جارنا الغالي سالم، فنقول احسن الله عزاك وغفر الله لميتكم ورحمه رحمه واسعه. فمن دلالات البر ابو نايف في وفاه خاله، وابو نايف نعزيه كذلك في خاله رحمه الله عليه مضوار. فمن دلالات البر يا اخوان ان الشباب والاخوان انه يبر في ابوه وامه، لعل الله ان يصلح لنا ولكم. امين. الله يجزاك خير يا ابو سعد.